قبل بداية التدريب سوف نتحدث عن بعض المفاهيم الأساسية، لذلك دعونا نستغل ذلك الوقت في تحميل البرامج اللازمة. Software requirements: Apache web server, PHP, MySQL database, any text editor. I will use Dreamweaver 5 or 6. احنا هنحمل التلاتة سوفت وير دول من السايت اللي قدامك ده wampserver.com /env عشان نخش على الانجليش لو هنخش عليه. فزي ما انت شايف كده الويب سايت قدامك، فهنخش على الفيرجن الانجليش بتاعه وهنخش على الكاتيجوري بتاع داونلود، ولو كان الكمبيوتر بتاعك 32 بت فانت هتداونلود الكاتيجوري ده وهتقول له هتدوس على اللينك دي وهيبقى خطوات داونلود العادي بقى بتاعك. خلص معانا الداونلود، فهنزل على المكان اللي فيه الاي اكس اي وهبدا السيت اب، خطوات السيت اب العاديه بتاعت اي برنامج. هنا بيقول لي على اللوكيشن، فانت ممكن تسيبه الديفولت ولكن انا هفضل ان انا احطه على الدي عشان انا عندي السي صغير فمش عايز املاه، فهينزل على الدي وبعدين هعلم على التو تشيك بوكسز دول. هنا هو اكتشف لوحده ان انا عندي فايرفوكس، فانت ممكن تدوس هنا يس، ولكن اللي مظهرلوش البوكس ده ممكن يوصل لفايرفوكس ازاي اللي احنا عايزين نستخدمه مع السيرفر ده او يبقى هو الديفولت براوسر بتاعنا. هروح للمكان اللي انا مسطب فيه الويندوز السي وهخش على بروجرام فايلز، هشوف فين موزيلا فايرفوكس وادخل عليه واسلكت الاي اكس اي بتاعته وادوس اوكي. هسيب دي باي ديفولت لوكال هوست واسيب الايميل ديفولت فينيش. احنا كده خلصنا السيت اب بتاع السيرفر.